الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح لواحد التمرين كيتعلق بعضلة خط العمودية الترفية مختار من امتحان جاولي لشهادة السلك الإعدادي لجهة فاس مكناس دورة 2018. لتكون جي دالة خط معرفة بجي دي إكس تساوي 1 على 2 إكس. وضيلتا تمتين بيانك مع المتعامل المنظمة ويجي حسب جي دي 2 وانجي تمتين بيان دالة جي. اعتبر الدالة التالفة إف بحيث صورة العدد 1 كتساوي 1 وصورة العدد 2 ناقص صورة العدد 5 تساوي 6. بين صيغة الدالة إف هي إف إكس كتساوي 2 إكس زائد 3. أنشي دي تمتين بين الدالة إف نفس المعلم. بين أن مستقيم دلتا و دي تقطعان لا متعامدان في النقطة أو عدد تدير 6 5 3 جوج. إذن أول حاجة لدينا نحسب جيل 2. لدينا الدالة الخطية جيل إكس كتساوي 1 على 2 إكس. إذا صورة عدد 2، إذا غادي نعوضو إكس ب2. إذا 1 على 2 ضارب ب2 اعتزلوا ب2 غتعطينا هي 2 على 2 تساوي 1. ثم تمتين مبياني الدالة جي. إذا عندنا الدالة جي دالة خطية، يعني كتمتين مبياني ديالها فهو كيمر من أصل المعلم تاعنا، معلم متعامل منظم. إذا ما بين تدريجة وتدريجة عندنا 1 سنتيمتر. هنا النقطة الأولى اللي هي أو، يعني مر من أصل المعلم. ثم النقطة الثانية بصورة العدد 2 كتساوي 1، يعني مثلا النقطة أ الإحداثيات ديالها هي 2 1. إذا غادي نمثلو هاد الإحداثيات 2 1. إذا عندنا 2 وهنا عندنا 1. إذا هنا غادي نحاولو نديرو تمثيل ديال هاد النقطة، ثم غادي نشوفو تمثيل ديال النقطة الثانية. إذا هنا عندنا النقطة غادي نمر منها، إذا هو 0 يعني من أصل المعلم ومن هاد النقطة. إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال مستقيم دلتا. السؤال الثاني اللي عندنا، إذا السؤال الثاني اللي عندنا هو هذا، دالة تألفية إف. إذا إف ثانيا ألف، عندنا إف دالة تألفية مباشرة فاش كانت دالة تألفية، يعني إف لإكس فهي تكتب على شكل أ إكس زائد ب. ثم مطلوب منا هو نحدد الصيغة ديال دالة إف. هنا لنحدد أ معامل دالة إف، هنا عندنا أ تتساوي، إذا الصورة هنا المعطى اللي عندنا يمكن نختاره هو صورة العدد 2 ناقص صورة العدد 5 على العدد 2 ناقص العدد 5. العدد 2 ناقص العدد 5 يعني صورة العدد 2 ناقص العدد 5 تطلع لنا هي 6. إذا نجي نكتبوها 6، نحول الفرق إلى مجموع زائد ناقص 5. إذا 6 على ناقص 3، و6 مقسم على ناقص 3 هي ناقص 2. إذا الدالة التألفية F تصبح على شكل F لX تساوي ناقص 2X زائد B. غادي نحدد ب، باش نحدد ب عطونا معطى آخر اللي هو هذا، صورة العدد 1 كتساوي 1. لدينا صورة العدد 1 الدالة F كتساوي 1. غادي نجي نعوضها في هاد المعادلة ولا في هاد الصيغة ديالها، هي ناقص 2 ضارب 1 زائد ب. صورة العدد 1 الدالة F هي 1، هي ناقص 1 ضرب 2 هي ناقص 2 زائد ب. نحولو الطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة، 1 زائد 2 هي 3 كتساوي ب. ومنه صيغة الدالة F، صيغة الدالة التألفية F هي صور F لإكس تساوي ناقص 2X زائد 3، هي هادي المطلوبة منا. ثم قالك أن شيء مستقيم D تمتين بين الدالة F في نفس المعلم. هنا عندنا النقطة الأولى تمتين مبياني، باش نبينو هنا التمثيل المبياني ديال الدالة التألفية لا يمر من أصل المعلم، لأن يعني خصنا نجي النقاط. النقطة الأولى في صورة العدد 1 هي 1، يعني أن مثلا النقطة بي الصوت ديالها 1 والكتب ديالها 1. خصنا النقطة الثانية مثلا غنستعملو ناخدو 0، مثلا عندنا صورة العدد 0 تساوي ناقص 2 ضارب 0 زائد 3، هي 0 زائد 3 تساوي 3. النقطة الثانية مثلا هي سي التي ديالها 0 3. وغادي نشوف التمثيل المبياني ونرسموها. إذا عندنا قالك في نفس المعلم، النقطة الأولى 1 1، إذا 1 1، إذا 1 1، وهنا عندنا إذا النقطة الأولى. ثم عندنا النقطة الثانية 0، إذا النقطة الثانية 0 3، وفصل 0 هو الرطب هو 3 هو هذا. إذا التمثيل المبياني ديال الدالة إف غي مرة من النقطة 1 1 0 3. إذا هنا، إذا هنا هذا هو التمثيل المبياني ديال المستقبل ديال الدالة إف. وهاد النقطة مطلوب منا نحدو الإحداثيات ديالها. السؤال الرابع هنايا، بين أن مستقيم تي ديال متعامدة في النقطة أو 6 على 5 و 3 على 5. إذا أول حاجة غنبينو بأنهم متعامدين. جيم، إذا لدينا
اف لاكس، يعني التمثيل المبيني ديال الدالة اف لاكس كتساوي ناقص جوج اكس زائد ثلاثة. تمثيل مبيني للدالة اف يعني مستقيم تي. ثم لدينا جي لاكس تتساوي ناقص واحد على اثنان، أو عفوا واحد على اثنان اكس، يعني دلتا. تمثيل المبيعاني للدالة جي. اتمنى هنا تمثيل المبيعاني. هنا عندنا المعامل، لدينا شنو هو معامل الدالة اف؟ هو ناقص اثنان. ضارب شنو هو معامل الدالة جي؟ هو واحد على اثنان. ناقص اثنان ضارب واحد على اثنان هي ناقص اثنان على اثنان تساوي ناقص واحد. إذا لاحظ بأن جداء المعاملين ديالهم كيساوي ناقص واحد. بما أن جداء معاملي المستقيم دلتا والمستقيم تي يساوي ناقص واحد، يساوي ناقص واحد، فإن المستقيم تي عمودي على المستقيم دلتا. ثم بقينا نبين بأن نقطة التقاطع هي 6 على 5 و 3 على 5، لنبين أن نقطة تقاطع المستقيم تي والمستقيم دلتا هي او 6 على 5 3 على 5. إذا إلا خدينا هذه النقطة درنا لها الإسقاط ديالها على محور الأرا زيرو، ستكون 3 على 6 على 5، وإذا درنا لها الإسقاط على محور الأرا تي غتكون هي 5 على ولا 3 على 5. هنا غادي نحدوها مثلا جبريا، إلا خدينا هذه النقطة فهم عندهم نفس الأرتو وعندهم نفس الأفصول، يعني أن هنا إلا عندنا يعني أن الأفصول ديال النقطة إكس كتساوي الأفصول ديال النقطة جي. الأفصول ديال النقطة جي يعني هادي شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على اثنان إكس. إذا عندهم نفس الأرتو، هاد النقطة هاد المسار عندهم نفس الأرتو، يعني جي لإكس كتساوي إف لإكس. إذا واحد على اثنان إكس تساوي ناقص اثنان إكس زائد ثلاثة. هنا غادي نحدو إكس، إكس عندو هاد الطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة، إذا غادي تولي زائد اثنان إكس تساوي ثلاثة. إذا واحد المقام التي هي اثنان، إذا واحد إكس زائد جوج المقام ديال واحد، جوج في جوج هي لأربعة إكس تساوي، إذا غادي نحدو ليه المقام هو جوج، غنضربو ثلاثة في اثنان لأن المقام ديالو هو واحد. إذا شنو عادتنا؟ واحد إكس زائد ثلاثة إكس هي خمسة، إكس على اثنان تساوي ستة على اثنان. إذا غتولي عندنا نختزلو بجوج في المقام، إذا خمسة إكس تساوي ستة، إذا غنختزلو بخمسة، في الطرف الآخر نختزلو بخمسة، إكس تساوي ستة على خمسة. حنا لقينا إكس، ثم لدينا غادي نشدو هاد إكس ونعوضوه في إحدى المعادلتين، إما في جي إكس أو لا إكس بحال بحال. لدينا مثلا جي ستة على خمسة تساوي واحد على اثنان ضارب واحد على اثنان ضارب ستة على خمسة. إذا جي لي ستة على خمسة تساوي ستة على عشرة. هنا يمكننا نختزلو بجوج عدتين هي ثلاثة على خمسة، ومنه فإن إلا خدينا جي على ستة كتساوي ثلاثة على خمسة منه أو، فهي الإحداثية ديالها هي ستة على خمسة. ثلاثة على خمسة هي نقطة تقاطع المستقيمين تي و دلتا. كاينة طريقة أخرى هي أن خصنا نبينو بأن النقطة أو، هنا خدينا الطريقة الثانية ونبينو بأن أو الإحداثية ديالها ستة على خمسة و ثلاثة على خمسة تنتمي لمستقيم تي. طريقة جوج، بينو بأن أو الإحداثية ديالها ستة على خمسة ثلاثة على خمسة كتنتمي لمستقيم تي، والنقطة أو الإحداثية ديالها ستة على خمسة و ثلاثة على خمسة كتنتمي لمستقيم دلتا. يعني خصنا نلقاوها كتنتمي لهاد النقطة و كتنتمي لهاد النقطة، يعني كيفاش نعوضو في المعادلة في المستف السياق ديالهم، يعني في اف دي اكس و في جي دي اكس. يعني نحسبو الصورة ديال العدد ستة على خمسة، اف صورة العدد ستة على خمسة و نلقاوها كتساوي ثلاثة على خمسة. المعادلة الأولى التمثيل المبيني ديال مستقيم تي، كنقولو بأن النقطة أو تنتمي لمستقيم تي. الحالة الثانية عاوتاني نرجعو نعاودو نحسبو الصورة ديال العدد ستة على خمسة، نلقاوها كتساوي ثلاثة على خمسة، ونقولو بأن هاد النقطة كتنتمي لمستقيم دلتا. إلى أنت أصلا مبغيتيش دير هاد الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.